بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن دايرة حلوة، هي دايرة انترفيس الميديا، من أهم الدوائر الموجودة على بوردة الهارد ديسك، وبيحصل فيها نسبة أعطال كتير، وأي عطل فيها بيسبب صوت تكتكة. المنطقة دي أو الدائرة دي هي الدائرة التي تقوم بتنظيم الباور للميديا، وأي خلل في الدائرة دي بيسبب صوت تكتكة. وهنتناول إن شاء الله أعطال الدائرة دي في قسم الأعطال في المحاضرة اللي بتاعة النهاردة إن شاء الله. مكونات الدائرة: بتتكون دائرة انترفيس الميديا من مجموعة من المكونات هنتناولها ان شاء الله بالتفصيل. بتتكون من عدد 2 ترانزستور او 2 درايفر واضحين في الصورة، ده الترانزستور الاول او الدرايفر الاول، وده الدرايفر التاني اللي عليهم الخط الاحمر. بتتكون من 2 ملف، الملف الاول والملف التاني اللي عليهم الخط الاخضر. بتتكون كمان من 2 دايود و2 مكثف باف. بتتكون من 3 مقاومات، مقاومة صفرية او مقاومة فيوزية، مقاومة اللي هي الار 50، ومقاومة تانية 12 اوم اللي هي الار 120. دي اهم مكونات الدايرة اللي هي دايرة انترفيس الميديا، المكونات الموضحة قدام حضراتكم في الشكل التالي. الطريقة الصحيحة لقياس الدرايفر: الدرايفر نقوم بقياسه عن طريق استخدام الافوميتر على وضع الجرس. نقوم بضغط الافوميتر على وضع الجرس، وضع الطرف الاحمر على احد اطراف الترانزستور الموضحة بالصورة واطراف الدرايفر الموضحة بالصورة، والطرف الاسود على الناحية التانية. نقوم بسماع صوت صفارة لان الطرف ده بيكون شورت. كمان الطرف الاوسط بنفس القياس بيديني صوت صفارة. الطرف التالت لازم يديني قراءة على وضع الجرس. اي طريقة تانية او اي قراءات تانية غير الكلام ده بيكون الدرايفر بتاعي تالف ويجب تغييره. الطريقة مرة تانية: عندي اول 4 رجول بتديني شورت او صوت صفارة، النص التاني او الجزء التاني اللي هما اخر رجلين بيديني قراءة على الافوميتر، وده معناه ان الدرايفر بتاعي سليم ومفهوش فيه اي مشاكل. اهم واشهر اعطال دايرة انترفيس الميديا هو عطل واحد مشهور جدا، وهو صوت التكتكة، اللي يكون غالبا ناتج من تلف احد المكونات الالكترونية في الدايرة، وخصوصا تلف المقاومة ال 12 اوم او اي مقاومة من المقاومتين التانيين، هي المقاومة الصفرية او المقاومة اللي هي الار 50. كمان صوت التكتكة بيبقى ناتج من احتراق او تلف احد الاتنين درايفر اللي عندي، لكن بالنسبة للديودات او الملفات بيبقى تلفها قليل جدا، وما بتبقى تلفها واضح والعطل ظاهري، بيبقى احتراق مثلا او اي حاجة تانية بتبقى باينة، زي ما حضراتكم شايفين مثلا عند المقاومة الار، المقاومة 12 اوم الاحتراق واضح فيها وبين التلف بتاعها. في الحالة دي احنا بنقوم بتغييرها من بوردة هارد ديسك تاني، او بنقوم بتغييرها بنفس القيمة بتاعتها. من اهم الملاحظات على دائرة انترفيس الميديا او دائرة تنظيم باور الميديا: اول ملاحظة بالنسبة للثلاث مقاومات اللي عندي، المقاومة الصفرية وار 50 وار 120، يتم قياسهم باستخدام الافوميتر على وضع الجرس. المفروض ان بسمع صوت صفارة، بقوم بضبط الافوميتر على وضع الجرس. نقوم بوضع طرف الافوميتر على احد اطراف المقاومة والطرف التاني على الناحية التانية. المفروض ان بسمع صوت صفارة لان المقاومات التلاتة دول يعتبروا مقاومات فيوزية لان قيمتهم صغيرة جدا. الملاحظة التانية ان عندي تلف احد المقاومات بقوم بتبديلها بنفس القيمة من اي بوردة هارد ديسك تالتة. الملاحظة الثالثة بالنسبة للدرايفر: عند تلف الدرايفر نقوم بتبديله بدرايفر آخر من بوردة هارد ديسك تانية بعد قياسه والتأكد من سلامة الدرايفر. ده كانت دايرة النهاردة، وده كان الدرس. أتمنى أن أكون فدتكم ولو معلومة بسيطة. وفي النهاية أسألكم الدعاء لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.